أكدت مصر ضرورة التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في مجال الإنذار المبكر وآلية التعامل مع الخسائر التي تنشأ عن الأحداث المناخية. وخلال استقبال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير للمدير العام المساعد للمنظمة والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا عبد الحكيم الواعر، أشار القصير إلى أهمية التعاون المشترك في مجال تطوير منظومة التعاونيات الزراعية. من جانبه أكد الواعر حرص المنظمة على توافق المشروعات التي يتم تنفيذها مع خطط التنمية المستدامة لمصر.